لا قاعد جوه الشقه جنب الباب لان مفيش مكان في البيت. فحطيت مكتب وكرسي عشان ده مكتبي يعني. عملت لو حد جه تقوم من على كرسي عشان يخش. اما ايوه عشان تمام. اوسع له بتاع الدليفري بيعدي على مكتبي بيجي لي مكتبي. مظبوط. ما انت المدير. انا سبت الوظيفه انا قاعد. مش انت المدير؟ مفيش حاجه اي حاجه تعدي الناس تعدي عليا في مكتبي الاول. وهو الاوضه بتاعت الصاله دي في نص البيت فاللي خارج من المطبخ معايا تعدي على المكتب بتاع بابا. لما عدي جاي من الصاله لازم يعدي على المكتب، لازم يعدي على المكتب. ما انا كنت رئيس تحرير بقى وبدل وبتاع وفجاه ما قاعد في البيت. كويس. المكتب ده رايح جاي على المكتب. ايوه بالظبط. عملت 30 ثانيه من المكتب ده. يعني انا قلت لها عشان تعرف، انا بحكي لك كل ده ليه؟ عشان تعرف يا عيني هي قد ايه عانت وصدقت فيا يعني في مراحل كتير من حياتي. قلت لها انا هبدا من المكتب ده. وانا ما اعرفش هبدا ازاي، فهي كانت مؤمنه جدا انه ايوه لا انت تقدر. بصراحه. في البيت قد ايه يعني؟ لا قعدت شويه، قعدت سنتين مثلا قاعد في البيت. مش في شغل؟ مفيش خالص. وقررت ما اكتبش، انا كنت سيناريست بكتب. ولا هي بتشتغل؟ لان هي كانت سابت الشغل عشان البيت. وهي ما بتشتغلش. قعدنا حطينا مكافاه نهايه الخدمه بعد 10 سنين موظف. قسمناها على ايه؟ على سنه وشويه. بعد سنه يعني وانا بمضي عقد البلاتو ما كانش معايا فلوس اروح. مفيش حاجه. معيش فلوس اروح. يعني المنتج هو اللي روحني ده حرفيا يعني. تحيه للمنتج محمد جبيلي صديقي اللي روحني يوميها. جبيلي. جبيلي.